نعم بالفعل كنت أقول بأنني أتجه في الأثناء إلى منطقة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز، وهو الإقليم الذي سجلت فيه أعلى نسب وفيات منذ ليلة أمس، تقريبا الحديث عن أزيد من 500 حالة وفاة. نتواجد بهذه القرية الصغيرة، وكان لنا حديث قبل قليل مع بعض ساكنتها، رووا لنا شهادتهم. فدوى، هذا الرقم الذي ذكرتي 500 في قرية واحدة؟ نعم، في منطقة واحدة، في منطقة الحوز، يعني منطقة الحوز هي عبارة عن مجموعة من المدن ومجموعة من الدواوير أو الأرياف الصغيرة. لحسن الحظ بحسب بعض المصادر أن هذه المناطق لا تعرف اكتضادا سكانيا كبيرا كباقي المدن الكبرى كمراكش وأكادير أو الدار البيضاء، وهذا ما كان عاملا إيجابيا، يعني إن صح القول أن نقول عاملا إيجابيا في هذه النقطة، لكن الأرقام تشير أو التوجهات تشير إلى أن الأرقام سترتفع خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى قوة وحجم الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ليلة أمس، وحسب أيضا ما عيناه صباح اليوم في مستشفى محمد السادس الجامعي بمدينة مراكش، وهو المستشفى المدني، ف تصل تباعا وفي كل دقيقة تصل العديد من الحالات على قسم المستعجلات، هي حالات تتراوح بين الحالات الخطيرة وبين الإصابات بالكسور وأيضا بين حالات الوفيات، لكن يصعب التكهن بمتى ستنتهي يعني هذه التدخلات. الأكيد أن الأمر سيطول للأيام القادمة بحكم أن هناك بحسب بعض الشهادات ما تزال بعض الجثث تحت الأنقاض، وما تزال الفرق المتخصصة في الإنقاذ جهودها لانتشال الضحايا وإيصالهم إن كانوا أحياء إيصالهم إلى أقرب المستشفيات بطرق متعددة برا وجوا من أجل تلقيهم العلاج. نعم فدوى، هل هناك أي معلومات عن مدى قدرة المستشفيات في هذه المنطقة لاستيعاب هذه الأعداد؟ نعم، عموما في مثل هذه المناطق دائما في كل منطقة أو قرية صغيرة أو مدينة صغيرة يكون مستشفى خاص بهذه المنطقة، مستشفى يعني قد تغيب عنه بعض التخصصات الصعبة، ويكون في الحالات العادية يكون لزاما على ساكنة هذه المناطق التنقل إلى المدن الكبرى، إلى مستشفيات المدن الكبرى مثلا كمراكش، المستشفى الجامعي بمراكش أو المستشفى بأكادير أو الدار البيضاء لإجراء أو للاستفادة من تدخلات جراحية في حالات صعبة، وهذا ما يجري بالفعل، نقل الحالات الحرجة والحالات الصعبة إلى مباشرة إلى هذه المستشفيات، أيضا بالتعليمات الملكية للقوات المسلحة الملكية تم إنشاء مستشفى طبي ميداني عسكري لتقديم الإسعافات في عين المكان بالنسبة للفئات المتضررة. مجمل القول وما يصل من أصداء ومن صور أن هناك حالة استنفار قصوى منذ ليلة أمس، وذلك لأن المصابة جلل والحادث كبير والكارثة الطبيعية قوية ودرجتها قوية، وهذه التحركات بتعليمات من أعلى السلطة في البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي المزيد من أرقام القتلى في الساعات المقبلة.